السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فقرة مجلس النشامة. والنشامة والله اللي يشاهدونا واللي معنا في مجلسنا من ضيوف ومن متسابقين. المخرج يقول هوا يا سعد، دار إنه هوا، لكن مجلسنا مجلس حبي، أخذ وعطى، وعطى السبحة وعطى العود وصب القهوة والشاهي، والأمور زينة والحمد لله. وحياكم الله أعزائي المتابعين في حلقة جديدة وتجدد للضيوف، تعطش للضيوف. ضيوفكم اليوم سقل العود، الله يطيب حالك، الله يطيب حالك. اليوم ضيوفنا صراحة انقطعوا عن الشاشة وابتعدوا عنها، كان اهتمامهم بالسوشيال ميديا والسناب شات ومن الأشياء هذه، انستغرام تويتر، ولكن كحضور على الشاشة كان هناك ابتعاد. ولكن اليوم شرفونا وبيض الله وجههم على تلبيتهم لهذه الدعوة. وبكل أمانة حنا جالسين نلبي أيضا رغبات وطلبات المتابعين بكل ما تصلنا من الأسماء، والله حنا جالسين ناخذ ونعطي، وانتو نتصل ونحاول نكون تركيبات جميلة حتى تظهر حلقاتنا بالمأمول وبالشكل المطلوب بإذن الله. فلا تخافون، فكل اسم يوصلنا حنا نقرأ، وكل اسم يتابع معنا فريق الإعداد، وبإذن الله احنا نسعى احنا وياكم حتى نظهر بمظهر جميل ونستانس احنا وياكم في جلسة سمر وجلسة حبية تكونون فيها انتم من النشامة وايضا معي الضيوف والمتسابقين. في اول حلقاتنا دعونا نرحب باول ضيوفنا اليوم، والله انهم تعازموا على التعريف بينهم ولكن ثبتناها، واخونا والشاعر محسن بن تركي، حياك الله. الله يبقيك ويطول عمرك. مرحبا بك. انا وابو ابراهيم متصافين، ما يحتاج، وعلى ما قال الحال واحد. اول شيء انا ما ادري وانا ما ادري من وين ابدا. الله يحييك. المناسبات واجد. اول شيء نهني الشعب السعودي، نهني المملكه العربيه السعوديه، حكومه وشعب، على هالمناسبه الغاليه على قلوبنا، والله يتم علينا وعليهم ان شاء الله الامن والامان. ثاني شيء انا متشرف في دعوتك يا ابو البراء، الله يطول عمرك، وتلبيه رغبه الجمهور العزيز علينا، ومشاهده الربع ومقابلهم المبدعين اللي نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا ابو تركي، وشرفت اخوك وشرفت القناه وايضا شرفت متابعينك الغاليين. دعونا ايضا اعزائي المشاهدين نرحب بضيفنا الثاني، المبدع صاحب الصوت الجميل، الفنان المنشد اللي يصلح لك، معاذ الجماز، حيا الله ابو ابراهيم. الله يبقيك ويحييك. انا سعيد صراحه اليوم بتواجدي في هذا البرنامج الجميل، وجتني دعوه كريمه من البرنامج ومنك شخصيا ابو البراء، واتمنى انه تكون حلقه خفيفه نستمتع فيها كلنا ان شاء الله، ونكون ضيوف خفيفين على الشباب حتى. الله يحييك يا ابو ابراهيم باذن الله. وحنا ايضا متعطشين لما عندكم لضيوفنا اليوم، لكل ما هو جديد وكل ما هو ايضا قديم نبغى نسترجع. ايضا اعزائي المشاهدين دعونا نرحب بالنجوم اللي موجودين معنا، حياكم الله وسعد الله مساكم يا شباب، حياكم الله، اهلا وسهلا، يا مرحبا بالجميع. ما ادري من ابدا صراحه، والله العظيم انها مليانه عندي. انا اعطيتهم محاور. انت اهم شيء تخليها رسميه، لانه احنا يعني الشباب اللي منقطعين عن البرامج الواقعيه يكون وضع مشدود شوي. مشدود ابو تركي اكيد. طبعا ما يخفى عليكم اعزائي المشاهدين، الشباب يعني خاضوا وصالوا في مجال الواقع، فيعني هم خبره على ما قال اكثر، وهم اللي يعلمون الله يعطيهم العافيه، خاصه ضيوفنا. واليوم بيشيلونها معنا ايضا الحبايب اللي هم نجوم اليوم، وهذه عناصرهم عني حطيتها على الطاوله، وبخلي الجلسه حبي وسوالف. عطنا اللي عندك ومرحبا بك انت وياه. انا محسن، بما انك بديت ابنا شايبنا، هو رحبت على طول بالوطن، وحنا نعيش الايام هذه ايام يوم وطني جميل علينا، يعني لا حكومه ولا شعبا ولا حتى الدول اللي حولنا كلها، اللي يحب لنا الخير فرحان معنا. صحيح. سمعنا واصدح بصوتك يا ابو تركي. عان قيل امجاد ورقي للمعالي يا بلادي، انا دائما اقول خلوني افرد جناحين القصيده غطي. افرد جناحك، افرد جناحك. عان قيل امجاد ورقي للمعالي يا بلادي، ورفرفي يا رايه التوحيد، وافرح يا وطننا، النصر صوته ينادي والفخر صوته ينادي، والزمن الاول زمننا والزمن هذا زمننا. سيدي سلمان قادر راي بالراس القيادي، سطر الامجاد منا والجمع العدوان منا، والعدو اللي ضربت دارنا عد العتادي بعجز ويموت لا حقق مراد ولا تهنى، يحسب انه لا تهقوى في بلدنا شيء عادي، البلد دونه ولد عبد العزيز ودونهن. يا سلام يا سلام. يحسب انه لا تهقوى في بلدنا شيء عادي، البلد
دونه ولد عبد العزيز ودونهن صف واحد قلب واحد كل ما نادى المنادي والفخر يا ابو فهد طيره على الاغصان غنى وسلامتكم. يا سلام يا سلام، صح لسانك وصح منطوقك. الله يطول عمرك. قليل على ما قال هذا ما نقدمه للوطن، والوطن يستحق الكثير الكثير، وصح لسانك يا ابو تركي. الله يصحب دينك طول عمرك في السامع. معاذ الجماز وينك يا معاذ؟ ما تضحك، انا شخصيا اخوك وصديقك وتابعك، لكن متابعينك ومحبينك وايضا اللي معنا اللي يمكن مبطيع عن معاذ، وش تحب تقول له يا معاذ؟ والله اني موجود. نعم. وانا اعترف اني مقل خصوصا في الاعمال الاخيره، لكن اعتقد الجائحه اخرتنا بعد كم سنه. يعني تحس ان الجائحه اثرت عليك يا معاذ؟ كثير اكيد، في مشاريع كثيره وقفت في الجائحه يعني. لكن انا اؤمن انك رجل تبارك الله، يعني اعطاك الله صوت جميل يا معاذ، فما اجملها لو اني حتى في الجائحه وانا في الكورونا وماسك نفسي اتسمع المعاذ. فهل يعني انت من الاشخاص، يعني هل مثلا قضيه التردد على الاستوديو الشغل من الترتيبات مثلا مع شعار وزي كذا؟ صراحه فيها مجموعه مشاريع احسن كان المفروض ان تنفيذها يكون في وقت كورونا، فتاخرت بسبب انه ما الواحد ما يقدر يروح الاستوديو يجي. ممتاز. فالوضع كان صعب جدا صراحه. اي فهذا الشيء عطلك بعد ما يعني راحت الجائحه او قل الاجراءات على الجائحه، حاولنا نرجع زي اول. طبعا ما اخفيك حتى البزنس اخرنا كثير، فصار في تضارب ما بين البزنس وما بين يا سلام. بزنس انت تتكلم بزنس خاص فيك يا معاذ؟ انت يعني انت وجهت يا معاذ الان للتجاره؟ اكيد. ما تعرف ابو الورا؟ والله انا يمكن اعرف شيء بسيط، ما اذكر يعني الصدق لعكم معك صادق، والله شوف انا اقسم بالله ما ادري يعني شيء، لكن هل تقدر تصرح بشيء معين انت جارك؟ انا والله ما اقدر اصرح صراحه، لكن بشكل عام في أشغال خاصة. في بداياتي في بدايه اول ما طلعت من برنامج مثلا اتجهت توجه كبير للاعمال وتنفيذ الاعمال. جميل. فقط ونسيت نفسي. ممتاز. فانا توجهت للاعمال وحاولت انه حتى اني اول ما ينزل العمل افكر انزل العمل الجاي، وهذا الشيء خطا. ممتاز. هذا خطا صراحه، الواحد يسوي له شيء لنفسه ويسوي ايضا للجمهور والمحبين. فانا صراحه ما قدرت في بداياتي اني اوفق ما بين الموهبه وما بين اموري الشخصيه. اعتقد اني ما اقول لك اني عرفت، بس اني عرفت الطريق، يعني عرفت اني اتوجه للطريق السليم، ولا زلت احاول اوازن ما بين اعمالي الخاصه وما بين الموهبة اللي أنا أحب أني أنا ترى أحبها، يعني ولو إن حتى بعض الناس يعني يظن جزء من الأعمال الفنية أنها كتجارة حتى تحسب. يا سلام عليك. إيه؟ إذن يعذرك الآن المشاهد اللي عرف عن معاذ التقصير يعني لعدة ارتباطات الجائحة، ارتباطاتها في البزنس وشغالها الخاصة، فهي يعني أنت والجائحة خلتني أتأخر مرتين سواء في الأعمال الفنية وسواء في التجارة. أحسنت. فأنا متضرر يعني من ناحيتين، فهذا أعطى يعني خلنا نقول لو حنا مرتبين لو حنا مرتبين مثلاً في شهرين إنه نسوي كذا. ممتاز. حنا تأخرنا 4-6-8 شهور بسبب الجائحة. نعم صحيح. أتمنى إنه كلام يكون واضح حتى الناس تعذرني. بس هذا اللي أنا أبغى أوصله، ولا حين حتى أخوي أبو تركي الكلام هذا للانقطاع، لأن محبينكم وغاليينكم او الناس اللي ترسل لي ليش اساعدتك، فنبغى نعرف احنا يعني نتعطش لمعرفه جديد. طيب قبل ما اقول سمعنا انا شوف انا وياك اخوي ترى يعني بميانه وما حد يدري ما دعوه رسميه ابوي، انا لو امر عليك تنفذ الطلب. عيوني لك يعني تبغانا ناخذ من طلبات اللي يطلبونها الجمهور، ولا انا اشوف معاذ عارف وش يبغى الجمهور بينفذ لنا؟ بكل امانه انا يعني انت شايف الرسائل اللي قلت لك انت هو محسن يعني والله العظيم الكلام لكم ترى كلكم اثنين يشهد الله علي انه هذا الكلام اقوله في الهواء وتحت الهواء. انا مقل جدا في البرامج، يمكن اخر برنامج قبل 5 سنوات. يا سلام. لكني ما جيت هنا الا لاجل ابو البراء. سلمت. ولي اخويا جوا في الاعداد في الإدارة. نعم ما ودي اذكر اسماء واخلي اسماء. الله يطول عمرك. والله انا ممتن لكم والله يا ضيوفي والله الشباب، واتمنى انه نكون احنا اضافه للبرنامج صراحه. ممتن لكم والله. ويشهد يعني لو ما كان البرنامج ناجح مستحيل انه انا اجي، مستحيل لا انا ولا ابو تركي. نعم ما يحتاج. انا يعني حاولت اسوي ترتيب معين، ما قدرت اسوي ترتيب صراحه. في ترتيبات معينة في الأعمال حاولت أني أجهز، لكن أنا منكم وإليكم وتحت أمركم، واللي تأمروني فيه أنا جاهز. طيب يلا سمعنا وش تقول أبا قلبك. أقول له فوق الأمر لأبو
جي على يسلم ما يحتاج. طيب سمعنا يا معاذ يلا عشان طيب في عمل سويناه في هذا صراحة من الأعمال الجميلة بلاي باك موجود عندكم بلاي باك تبغى تجهزنا لك الآن؟ اي هذا عطونا جهزونا البلاي باك وش النشيد؟ هو عمل عن الحرم عن الحرم نعم جاهز؟ عن الحرم جاهز يلا هذا العمل عمل جميل صراحة من كلمات محمد عمر ممتاز نوجه له تحية من هذا المكان محمد عمر بيت منطقة جمعنا حبيبي محمد عمر أهلا وسهلا وألحان محمد الحسينان أبو خالد هذا طبعا تعودنا أن الحرم تروح له في أي وقت نعم صحيح. تأخذ العمرة في أي نعم وقت صحيح. تصلي في أي وقت نعم. الجائحة هذه ما حد رتب لها ولا أحد توقع نعم أنه صحيح. تصير زي كذا فصراحة هذا العمل كان يعني هو فيديو فيديو كليب مسوينه الشباب وأنا يعني فقط ساهمت بصوتي فأتمنى هذا العمل يعجبكم عمل عن طيب. الحرم وكيف وضع الحرم في وقت الجائحة والله شوقتنا كثير يا معاذ احنا نسمع جاهزين يا كنترول شغل واستعين بالله مايك ولا بدون يا موعدا شاق السماء سير مواكبا نهوي إلى خير البقاء يا موعدا شاق السماء لبيك أجمل ما يدعى كنا نسير مواكبا نهوي إلى خير البقاء والآن عز لقاؤنا والقلب زاحمه التياع حزنا على حج بدا لكنه لمن استطاع يا روح دونك سلوة فيها لموسمك انتفاع منح وفضل واسع يهدي إلى الأجر المشاع شاق السماء لبيك أجمل ما يدعى كنا نسير مواكبا نهوي إلى خير البقاء وغدا تعود ركابنا بالحب في خير اجتماع بسلامنا وأماننا بيضا يشابهنا الشعاع يا موعدا شاق السماء لبيك أجمل ما يدعى كنا نسير مواكبا نهوي إلى خير القطاع تبارك الله ما شاء الله الله لا يضرك تبارك الله ما شاء الله طبعا انا من جمهور معاذ في الصوت صراحه هذا والله يا ابو تركي شيء الله لا يضرك ما شاء الله تبارك شكرا لك والله يا معاذ شكرا لك شيء جميل صراحه وشنفت لك. انت احد نجوم برامج الواقع كيف كانت تجربتك في برنامج الواقع صراحه طبعا اعتبر هذه رساله ترى للمشاهد وايضا للمتسابقين لا شك انها تجربه جميله بكل 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 تفاصيلها هذا ما في شك جميل استفدنا عرفونا الناس كسبنا على المستوى الشخصي نضج من جميع النواحي سواء من التعامل سواء من طريقة التعامل مع الجمهور أو مع الناس سواء من طريقة تقديم نفسك للناس تعلمنا أشياء واجد للأمانة في على مستوى الإعلام من خلال برامج الواقع تجربة جميلة ما في شك تجربة حلوة يا أبو تركي ولكنك أنت طلعت من البرنامج حسيت أنك مقل في الظهور شف. لك جمهورك تبارك الله لك محبينك صراحة وعلى مستوى المملكة وعلى الخليج وعلى العالم العربي يعني شيء جميل صراحة لا شك أنهم في أسباب؟ ما في أسباب لكن لازم نعرف كل واحد له مجاله وكل مجال له طريقة تعامل معينة أتمنى الكلام هذا يكون واضح اللي موجود من الشباب الشعراء واللي يسمعونه من خلف الشاشات يعرفون أنا أحب الرسائل هذه حلو إيه كل مجال له طريقة تعامل معينة وطريقة تواجد معينة أنا شاعر التواجد الشعر متعب أحسنت الشعر الحقيقي نعم صحيح الشعر الحقيقي متعب فقضية أن الواحد يتواجد لازم يتواجد بالشيء الزين اللي قدمه للناس إيش تقصد بالحقيقي؟ الشعر الحقيقي إيه نعم الشعر الزين من الأخير اللي يرضى عنها الشاعر اللي يرضى عنها الشاعر ويرى أنه يراهن عليه ويقدمه للناس ويعرف أنه أن الناس بيستمتعون فيه نعم هذا متعب مو بيحزة يطلع معك مو بيحزة يطلع يبي له وقت فلذلك الشاعر تواجده على حسب
مادته اللي بيقدمها، والمادة هذه لازم أنه يكون حريص عليها. صحيح. والحرص عليها يبي له وقت ببساطة. صحيح. فتأخر الشاعر في تواجده، نعم، على الشاشة بناء على اللي عنده من قصيد، بناء على اللي عنده من قصيد، فلذلك يأخذ الموضوع وقت، لازم يأخذ وقت. بعض الأحيان الشاعر يعني ما وده يطلع بكاركتر غير الشاعر. أحسنت. من الأخير، نعم، يعني أنت عرفت شاعر، خليك على أنا حددت. نعم نعم، جربت هنا وجربت هنا، وقفت، عرفت وش اللي يبي، ورحت اتجهت. وضع لي وش قصدك. خليني أكون واضح معك، أنا بتكي معك. جمهور أسمع، جمهور الواقع. إيه نعم، ما بأن نغبي إحنا عارفين إن خفايا بعض. يا سلام. التجربة، كل شخص يرى نفسه في مكان معين يرتاح له، يحس أنه أبدع، حتى لو كان يتجيه إشادات معينة في مجال ثاني، بس هذه مشاهدات محبين، يعني إشادات على العين وعلى الرأس، وتأخذ بعين الاعتبار. لكن أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، وين 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 ألقى نفسي، وين أحس نفسي مرتاح وقاعد أبدع وعندي نفس طويل وحاب الشغلة ذي؟ هذه الخلطة السحرية، هنا مربط الفرس. أنا إنسان شفت نفسي في أكثر من مجال، وجدتني وكلها يعني ما قد لا تكون سيئة، إنما أنا ما مرتاح فيها. بس هذه يعني رحم الله امرئ عرفها قدر نفسه. هذا مبدأ حياة، مبدأ حياة، هذا مبدأ حياة. رحم الله امرئ قدر نفسه، مبدأ حياة. وأخذت بالشيء هذا، ما في شك، يعني خاصة لازم أشوف. أوكي تجرب، يعني نعرف أنك خضت أنت مجال التقديم، خضت مجال يعني الإلقاء في الشعر مثلا زي كذا، ورأيت نفسك أنك رجل في الشعر فقط. أنا حاب أكون هنا. أنت حاب. أنا حاب مع المحبة هذه. نعم صحيح. إيه أنا حاب أكون هنا لأني ألقى نفسي، أجد نفسي ذي تراها عميقة شوي. حبيتها والله يا أبو البراء. لا صحيح، والكلام للجميع. وين تجد نفسك؟ ترى تجد وين تجد نفسك، هذه هنا العمق. يعني انك ما اقول انك فشلت، بالعكس كنت ظهورك كان احسن وجميل. هذا اللي انا اتكلم عنه، وين وجدت نفسي، وين ارتاح، وين شغفي، وين حبي، وين استقراري، وين طاقتي في هذا المجال. صلى الله وبارك. صلى الله وبارك. يا سلام عليك. الشباب ترى بفتح لكم مجال عشان اعطي نفس للضيوف، يعني اذا عند سؤال شيء بس يعطين معهم. والله ما يمنع، خاصة انتم يدرون الشعار. اي أيوة والله السابق واعطونا اشياء نتجنبها واشياء ناخذ ونعطي فيها. اصوات العيال طالعه، بس انا اصوات المتسابقين معي طالعه. لا احب واجد خبرتي، ما ربرك الساعات. طيب تفضل يا نز، تفضل. بسيطه، ارفع صوتك، ارفع صوتك، انا ما ادري الصوت وصل. ترى ما بسمعك. اي ما اسمع. اول شيء حياكم الله، تبقى حي اخوي معاذ، احنا والله من شد المتابعين لكم سابقا. يا مرحبا، وشرف لنا شوفتكم والجلسه معكم. أخوي محسن، بس في بيت أنت ذكرته للأستاذ حاتم الشهري مسي عليه الخير، عجبني ذا البيت اللي تقول الله ياخذك من نجاح لنجاح إلى نجاح. إيه. هي لا تتعيدها. قبل 4 سنين ما شاء الله. والله إني ماني بذكره، لكن أذكر البيت الثاني لأنه هو اللي كنت أقصد فيه. أي يعني كنت أبي يعني حاتم. ها؟ الله يسدد أخطاك وياخذك من، لكن اللي قبلها والله ما أدري وش البيت، لكن البيت الثاني اللي كنت أبي أوصله لحاتم، الله يسدد أخطاك وياخذك من نجاح إلى نجاح إلى نجاح. فيها صدمة شوي، الله يسدد أخطاك وياخذك. وقفت لأني أنا كنت أبي أحرك مشاعرها شوي، كان فيه مشادات ذيك الأيام. الأستاذ حاتم مسي عليه، مسي عليه بخير، أديب كبير ما يحتاج، ورجل ممتع لما تتكلم معه وتسولف معه، عميق وممتع ومثري. خلاص هو البيت هذا؟ هذا البيت اللي أضيف، ترى بسولف في بدايتها، بس أنه دام بحافظة. لا ما في توشي، أنت تبغى شيء ولا مغششك الشهري؟ والله الشهري يقول ميت أسمعها منه. بنسمعها هذا الحين، أبسمع، لكن أنا في سؤال قبل ما أخذ محور ثاني. أبو تركي، يمكن ساعات لبيه. فقد الوالد شيء صعب جدا 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 جدا، ما في شك، لكن في موقف وقصيدة أثرت فيك. أي وش مدى التأثر أول اللي حصل لك في الموضوع هذا؟ تسمحوا لي؟ نسمح لك. نبي نتجاوز السؤال مرة؟ إيه، كانكم تسمحوا لي؟ لا تسمحوا له؟ أحد بيسمح له؟ بيض الله وجهكم، إحنا نراعي المشاعر ونقدر. تسمح لي وبعلمك. محمود لا مسموح. أبغى واحد بس يعيب، أبغى واحد يعيب، مسموح له؟ بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. طيب أجل جهز لنا قصيدة بعد شوي، خليني برجع لمعاذ. قصايد، ما هو قصيد، ما جينا إلا في عجب عينكم وعجب عين المشاهدين. وافي جعلني والله ما عدم. لا ما تعاين فيني، سمعني حبيبي، اطربني، اسمعك، ابشر، سمعني، خلني اعيش، ابغى اسمع منك على مقال لايف. طيب نعطيكم موال. انا احاول اجيبكم فصيح. انا احاول، السناب يدق والواتساب يدق وكل شيء يدق، ويبغون المقاطع اللي كنت ابو. يبشرون بالخير، يبشرون بالخير. سمعنا اللي طبعا معاذ جواله جديد. لا والله قديم باقي. اي والله الله يرزق.
يقول غريب اليوم منيب، انا اوجه تحيه لمنيب حبيب قلبي. يستاهل منيب، يستاهل يا منيب. وعلى فكره انا ارتاح اذا كان منيب، ارتاح جدا. ما يخارج الا منيب، لا عرف الا ولا على ما قال فيد ولا عطر صدى. يقول بعد صفو الهوى وطيب الوفاق عز حتى السلام، بعد صفو الهوى، بعد صفو الهوى وطيب الوفاق عز حتى السلام، بعد صفو الهوى وطيب الوفاق عز حتى السلام، عز حتى السلام عند التلاقي. يا معافى، يا معافى من ضيق قلبي، وسليما من حرقتي واشتياقي. بارك الله. الله. يعني بكل أمانة أنا أشوف بتكلم لكم بصارحكم حاجة، في إيمان كامل إن المنشدين ينقسمون عندي قسمين، ناس يبدع في اللايف، وفي ناس يبدع في التسجيل، وفي ناس يبدع في الثنتين، وفي واحد جمعها كلها ما شاء الله تبارك الله. بعدين والله ما شاء الله تبارك الله، لا يضرك، بسم الله عليك ما شاء الله. واذكر الله إذا عجبكم شيء المشاهدين، إذا عجبكم شيء خلي خلي خلص حلقتنا على خير، تكفون بعدها بصركم. لا لا استودع الله، استودع الله. صدري تراني اشغله في الواتساب يغني لي يا رجال. اجل في 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 تعاون بينك وياه او شيء تواصل؟ لا ضاق صدري ادق عليه، هو من نعم الله التي تعد ولا تحصى ان ابو تركي وابو ابراهيم تربطني فيهم علاقه. يا سلام يا سلام، واجتمعوا اليوم الله يحييهم. يا مرحبا. الله يبيك ويحييك. سمعنا، انا ودي اقول غزلي، انا موعد الوالده اليوم. والله العظيم اجعلها مرحبا. والله يا ام محسن مرحبا نل. موجه لها تحيه خاصه، اجعلها والله اليوم العصر تقهوى انا وياها وسولف. اجعل ربي يطول عمرها. قلت انت بتتابعين اللقاء ولا لا؟ من الاخير. ايه قالت لا بتابع، بس سمعنا قصيده زين. قلت وش هي؟ قالت غزل. لا يا رجال ان سمحت انه يمكن بعد شوي ما ادري. اجل الكره في ملعبك وسمعنا ما يحلو على ما قال باتفاق كنت والد في العمر. طبعا احنا نمسي على بالخير ونقول جعلها مرحبا والله نعز من يتابعنا وجميع الامهات. والله الله يطول عمرك. تفضل. غزل ما في بسمعكم فراق، الموضوع خربان. هذا تحزننا يا اخوي. يقول إلى هنا أمورنا ما هي تمام، الظاهر إن اللي بقى منا قليل. إلى هنا أمورنا ما هي تمام، الظاهر إن اللي بقى منا قليل. لا إله إلا الله. حتى ويذكر الله كانها قصيدة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يطول عمرك. قلناكم خلونا نخلص حلقاتنا يا الربع. إلى هنا أمورنا ما هي تمام، الواضح أن اللي بقى منا قليل. الأيام هذه شكلها مسك الختام، الأيام من الحلوة وللعمر الجميل. يا قلة الحيلة وقلة الاهتمام، وين الشعور الصادق العذب النبيل؟ الحب الشوق لم اللي بقى منه وقام، والحب طاح من القهر طيحة قتيل. روحي ولا يقفاك من صوبي ملام، أما أني يبكي من فراقك مستحيل. بكيتك أيام المحبة والغرام، للي يكفي للموعد الرحيم. يا سلام يا سلام العزة، يا سلام ما شاء الله تبارك الله. طيب خلونا نعطي ضيوفنا صاد وعمارة المملكة. يا محمد سربنا دام نهجك نهج أبوك، وانت عزمك كل مجد عظيمنا يدركه. سيدي عهد شعبك وشعبك عهدوك بالولا والحب، والعهد محدن يتركه. كل شعب المملكه طوع رايك بايعوك، كل ابونا كلنا قلت انهم ذهب وشلوا فلك. سلام سلام سلام.
الله يصح لسانك. هذه لازم احد يشيلها، في احد بيشيلها من الشباب؟ شالوها في الليله وبريت. بس يعني الحمد لله واضح اني ماني بتابع صح؟ لا والله جميله، والله والله جميله، صح لسانك وصح منطوقك والله طال عمرك. صحة ابدانكم جميع. فهد تعين فيني يا فهد. تعين فيني. معجب فيك يا رجال. سمعنا يلا يا فهد سمعنا. ايه الله انا الله. في شيء لا احبها المعاد الله الله اسمعها من زمان. ربنا يشبك معك بس احنا نبغى. لا 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 هو لازم يشبك لاني ماني حافظها كامله للامانه. يلا عيونك يا مره معاد. ومشتاق لتقول وشلونك ومحال انا اعيش من دونك. الله لا يسقي غيابك لا ضعت ضاعت عناويني يا ضيع مدري انا ويني وغيابهم غير وغيابك. ومشتاق لتقول وشلونك مو حال انا اعيش من دونك. الله يا مصعب غيابك لا غبت ضاعت عناويني اضيع مدري انا ويني بالحيل ما اتحمل غيابك. ومشتاق لتقول وشلونك مو حال انا اعيش من دونك. الله يا مصعب غيابك. ترى الكلمات حتى انا عندي عندي وعندك خير. ترى الكلمات عندي اي والله. هل تعانون من المشكله هذه انتم كمنشدين وشعار؟ اكيد اكيد. والشعار ترى اكثر بعد اعبر اشد. هذا يدلك ان الموضوع واصل حده. لا انا اقول انه احيانا من كثر ما هو بيقول قصايد تضيع يعني. صح اي نسيان وارد سواء عند المنشد ولا الشاعر. يعني اذا دائما في سؤال وفي بعض الشعار يخطونا فيه بيقول ما هو صحيح. يعني هذا يدل على أنه لو سألت سؤال قلت يعني وش أقرب قصيدة لقلبك دائما يعني يدل على أنك حافظها موجودة في قلبك. السؤال هذا صحيح؟ لا بلا مو بصحيح. تمشكلنا. طيب شلون تنسى القصيدة تحبها على قلبك؟ طيب أنت القصايد كلها قصيدك مفروض كله يكون قريب لقلبك، لكن قضية أني أذكر وأنسى هذه على اللي ترددها باستمرار بس. اللي تطلب منك، اللي تكون على لسانك، اللي تكون تقال باستمرار. إيه إنما كل قصيد الشاعر لازم يكون قريب لقلبك. من الأخير يعني. نعم طيب فصل فيها ابو تركي وحنا قطعنا فيها. هذا وجهه نظره ولكن لا زال عندي انا ما ادري انا ماني بشعر لكن عندي قناعه اللي الشيء اللي تحبه يبقى انه متعلق بلسانك ما راح تنساه. اتعين فيني انا عندي انا اعطيتك علمي ما عاد وراه علمي ترى الكلام لكم حتى انتم المشاهدين. هو فعلا زي ما تفضل ابو تركي في اعمال تردد دائم تطلب دائم. اعطيك مثال عمل تعبت وانا اعيده ويا راعي الكيف. اي الله الله ما يحتاج. من كثر ما عيد وحفظت يعني جالس تحفظ صار العقل الباطن عندك فزع بالضبط. حتى لو انك مثلا في لقاء ولا كذا نسيته بتضطر انك تحفظه انه انت عارف راح يطلب منك في وقت عجيب ثاني. لكن لو سالتني وش الاعمال اقرب الاعمال لقلبي انا ما سويت ولا عمل الا انا متاكد اني انا حابه ومبسوط عليه واخترته يعني بعنايه يعني لا 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 المحور ذا المحور هذا انكسر إيه. طيب هل صحيح معاذ الجماز يعني ذكرت أنت في أحد اللقاءات أن معاذ يعتبر أكثر أجرا في الحفلات، هل هذه القاعدة لازالت حتى الآن؟ والله شوف بكون صادق معك ما في شيء اسمه الأعلى أجرا. كل حفل يختلف عن حفل ورغبة أهل الحفل تختلف يعني من حفل إلى حفل. مثلا في حفل يقول أنا ما أبغى إلا سعد. صحيح ما ابغى الا معاذ ما ابغى الا محسن الا فلان. لكن بخصوص الاجر انا بتكلم من هذا الموضوع يعني فاما بنعمه ربك فحدث. ما هو يا سلام تكبرا او منظور 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 سليم منظور سليم اي والله منظور سليم. بس انا اعتقد انه اي احد مجتهد وشغال على نفسه ويحترم اعماله جيدا يستحق انه يطلب الرقم اللي هو يبغى. يا سلام يا سلام اوافق الراي هنا 100% صراحه. هذا انت على ما قال اعرف بشغلك واعرف بادائك يعني. وانا بقول لك حاجه في الاعمال او في الحفلات او كذا احيانا يكون يعني الاعمال اسعارها تختلف. صحيح وطريقه التنفيذ لا انت يا احمد الفراج جزاك الله خير بيض الله وجهك. عطوه كم خطوه يا اخي يستاهل بيض الله وجهه. بيض الله وجهك. ايش فيك زعلان يا اخي عطوه يستاهل لا تردونا. انا واحد من العيال والله والله عطوه ان شام اليوم معي عطوهم يا اخي لا تخلون احد بس الله يكرمك بس ما لي القهوه جاني معنا. عرفت كيف ابو البراء؟ فانت تحدده من نفس المهرجان ايش هو يعني؟ ايش المهرجان؟ مهرجان يكون خارج السعوديه مو مثل ما يكون في الرياض. نعم. مثل ما يكون مكان ثاني. نعم صحيح. والاهم والاولى دائما انا اقولها انك تطلع بشكل كويس وان الناس الحاضره والجمهور يكون مبسوط.
كذا انت راح تكون اضافه للمكان اللي نجيته، بنفس الوقت المكان انبسط بالحضور او بالجمهور، وكانت المنافع متبادله يعني، وهذا هو اهم شيء صراحه. يا سلام عليك، يا سلام عليك. لكن اجور ما اجور ما هي ذات اهميه. طيب سمعنا كسر عظم ساقي، سمعنا يا اخي هذه عليها طلب صراحه، مو بالسهل شوي صراحه. والله انا الكلمات ان شاء الله انها تجيني. انا معاذ، انا تركت الكره في ملعبك حتى تظهر لي بالشيء الجميل. أيه. يعني ما تصبولها نفسك وما تبغى تقول احد يقول ولكن الجمهور لا حق علينا احنا الحين طلبات. انا ما جيت الا عشان بس يستاهل. أيه والله. الجو بارد صح ولا انا بردان؟ شاعر والله. والله انا شاعر والله برد والله. الجو انا بالنسبه لي اشوف الجو شاعر. ما يمدينا خلص حقه، ما هي بشاب. وعرف ان حطبنا لا والله بتشبونا حيد العين. خلينا ندخل موتر في حلق فيه حيد، لا تتفلعوا. طيب خلنا نسمع معاذ وبعدين نرجع ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل، اتحمل كسر ساقي ولا منا اتعطى، كل شايفنا يكود الردى ولا الجميل، هذه الثنتين تبقى على طول الحياة، ودي أكسر عظم ساقي ولا أطلب لي بخيل، أتحمل كسر ساقي ولا منات عطاء. هذا اللي انا احفظه والله. اي والله. يا سلام يا بعد والله يا بعد شعر. راسي انت قلت جو شاعري، هل الشعر له خلها للشاعر؟ محسن بن تركي لك طقوس معينه في الشعر سم. تحضر يا بعد راسي يا بعد. انا اعرف رجع، اعرف في واحد من الشعر نشدت السؤال والله نركب موتر يا ابو البراء الدق سف يقول الدائري اذا اخذ 4000 5000. في ناس عندهم طقوس معينه في كتابه الشعر، بس انت سألني الحين اتكلم. نعم. بالنسبه لي انا، بالنسبه لي ما عندي اي طقوس، متى ما حسيت اني بكتب وجاء معي مطلع معين وتوفقت فيه بسم الله. بعضها يقعد ما يكمل. نعم. وبعضها لا والله تخلص في يومها، وعلى حسب القصيده. في قصيده لازم تخلص ولازم تخلص وتخلص، لازم تخلص وتخلص. يعني هل في قصيده احيانا تاخذ عندك مثلا يومين ثلاثة ايام وانت تكتب فيها؟ في قصيده يوم يومين لازم تخلص فيها ولا وتخلص. انا مؤمن ان في واحد بيجي يطالب منك قصيده معينه. أيه. او عندك مناسبه معينه. نعم. هذه خلنا منها، لكن سجلت من السجلات اللي جات في راسك. لا هذه يعطيها وقتها ولا استعجل عليها وخليها لين تاخذ. بعضها ياخذ شهر، بعضها ياخذ شهرين، ثلاثه، سنه، ما نخله. اي ما نخله. سمي. طيب سمي. ابد ما هي بليله. سلام. هذه استعمار. ابد ما هي بليله، هذه استعمار من اولها. وانا ادعي الله الخيره مشاعرها وجيه ايه. ابد ما هي بليله، هذه استعمار من اولها، وندعي يلا الخيره. حاولت اكون عادي لكن اللي صار هي اللي ما تبي تمشي على سيره، مشاعرها وجيه وصمتها ثرثار، خذتني للطريق اللي مشاويره، ما هو بمرها العاشق مرور المار، مرور الحافظ النص بحذافيره. بدت ترسم لي الذكرى بدون إطار على هامش وداع ولحظة أخيرة، وبدأ ينزل من عيوني كلام حار، كلام ما عرفت شلون تفسيره، ونطق سر الجروح وسيد التذكار، رمى دلوه علي وطحت في بيره. حبيبي كيف أبوحك والقلوب أسرار، أنا اللي موت ولا تشوف تقصيره، إذا ذكراك ليل عيوني السمار، وإذا غيابك سؤال أصير تبريره، على جمر انتظارك فاحت الأعذار، وهرم قلب وذب الورد وخلت ديره، وحمام الدار ما عاد حمام الدار ولا عادت مسايره مسايره، نفض ريشه عن حدود المكان وطار، وترك لأهل المكان الشوق والحيرة، يموت الوصل ويموت المحب أمرار، ويعيش الحب ويعيشون أساطيره. الله 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 الله. والله العظيم ان احنا غطسنا في الشيء القصيده ذي، غطسنا لروسنا صراحه. صح لسانك، الله يصح، صح منطوقك، طول عماركم جميعا. وملهي انت دخت والله. اي والله ها.
صح زانا اجر. طيب ابو ملاهي ايش عندك تسمعنا ابو ملاهي؟ نبي من ابو تركي زود وعقب عاد نرجع لك يعني. ارجع طيب بعدين في اسئله وفي طلبات ما عندي مشكله. انا تبغون بفتح بس باخذ من ابو سالم. ابو سالم عنده الدور. ابو سالم اول شيء ارحب فيك بالبراء يا حبيب قلبي. هلا سهلا الشاعر الكبير محسن بن تركي. الله يطول يا حبيب قلبي. اللي عقب خروجه من البرنامج دمعتي نزلت واعترفت له فواحد من يا سلام يا سلام يا سلام. الله يرضى عليك. من طيبك ابو سعد. عنده هقوه من ابو ابراهيم معاذ الجماز اللي زارنا في مهرجان الباحه ما قصر يا سلام. معاذ الجماز وابراهيم ما شاء الله من الاصوات اللي انا معجب فيها واذا مسكت خط ما غير يطربني يا ابو ابراهيم. ادب وتواضع. الله يرضى عليك. فالوالد الله يجزاه خير اكيد تتابعنا وهي دايم تحب تشغل اذا جت تطبخ ولا شيء تشغل صوتك على نشيد يا امي ما شكل السماء. الله يحفظك. فودي تسمع منك طال عمرك. ابشر ابشر. اعذرونا الجمهور صراحه صارت الطلبات من ربعنا وهم والله يهمونا ايضا. يقول يا رب الكلمات يا رب الله يجملنا معاكم. قول امين. جمل جمل يا ابو ابراهيم. ايه يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مد لي يديك عسى يسايرني الضجر عسى يسايرني الضجر. يا الله واجهك يا عبد المجيد. عندي ابو ايتاف بس بقولها والله نسمع ليش لا بس ركان ركان عندك ثم عقبها عندي لان الله العظيم ما لي متعديك بعد سبدي اسلم. يقول غزل مسموح ولا بعد اي بالله الرجل ترى لحق مقع شريره الرجل حق مقع شريره عطنا اللي عندك يلا اضربها اضربها اي بالله طالبها مني ابو حسن وبعدها يقول سلمت وحشتيني ولالي في الدروب دروب سوى دربش ودربش مالي ينعيني تمر قلوب وتحاول كثير قلوب وانا احبش حفظتها في شراييني على اللي ما تأنت في جفاها نوب وعلى وجه المساء جرحي وسكيني كذا المكتوب يا صحابي كذا المكتوب من اللي فيه هنا من هو يصحيني أحس بشي في صدري هنا مسلوب أنا فاقد حبيبة غاية سنيني تعالي والعمر دونش ملاها عيوب أنا عذري حنيني تذرفها عيني أنا أحبش محبة لو كساها ذنوب مع الأيام ربي في شغنيني وسلامتكم. صحك قدامكم بيتين بلسان شاعرنا الجزل عمر بما انه مو موجود سلمت. يقول فيها عمر مالي ومال الناس مهما يقولون ولا لحقني من غلطهم مشقة انا بموت وهم بكرة بيموتون والله يعطي كل ذي حق حق سلامتكم. يا سلام عليك. يلا عبد المجيد ها انا اقول بعيد عن الغزل بعيد يعني والله اللي احب الغزل صراحة لكن بقول الليل أقول أهل القفا وكالة الحوم الرجال كن الردى كيف يقن دروسها لا حل أهل القفا وكالة الحوم الرجال كن الردى كيف يقن دروسها اليا ذكر فعل جزل جاهم هبال من الحسد قامت تطق دروسها أفلان فيه أفلان حط أفلان شال هذه مناهجهم وذي دروسها ولا حل ذكرك عند مثين الخصال شروه من عندي ولا حل ذكرك عند مثين الخصال تلقى الكلام الذرب في قاموسها وما ادري وش قلت بعدها من ابيات لكن اخرها اقول ويلا عسى ميزانك سلام الله يصح لسانك. طيب شغلوا لي المقطع اللي الان خلنا نشوفه بس عشان نعلق عليه ثم نرجع ناخذ الاسئله. مقطع
اي خلنا نشوف وش المقطع هذا عشان بس البركة يا معاذ الجمال صراحة مولود على مواليد بركة يا رب. أول مرة أعرف أنك متزوج ما شاء الله. البركة يا معاذ الجمال صراحة مولود على مواليد بركة يا رب. أول مرة أعرف أنك متزوج ما شاء الله. البركة يا معاذ الجمال صراحة مولود على مواليد بركة يا رب. أول مرة أعرف أنك متزوج. والله يعني شيء فرحنا وشيء ما أدري عنه صديقي، وأنا أقول لك ألف ألف مبروك والله الزوجة والولد يا معاذ. والله تستاهل. الله يبارك فيك. لكن ضحكتك مية طيبة مش عندك. معاذ ترى يعني ما بيني وبينك إلا شارع، متى عرست متى ما شاء الله. نقلت أنا ترى. بعدكم عندك؟ لا لا عندك عندك. لا عندي باقيت. إيه عندك. ألف مبروك. معاذ عرفت أقول حتى ألف مبروك والله. المقطع هذا والله له يمكن أربع أو ثلاث أربع سنوات. أها. كان عندنا ثلاث سنوات المقطع؟ ثلاث سنوات يعني الولد قد عمرها ثلاث سنوات أو أربع سنوات؟ أضحك ولا جمع علينا وصلنا. لا المقطع هذا له تقريبا أربع سنوات. كان عندنا إعلان مع جهة معينة. جهة تقدم مجموعة خدمات من ضمنها خدمات صحية. دقيقة 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 وشغل شغل 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 لنا المقطع الثاني. مقطع ثاني؟ إيه في مقطع ثاني شغلة شغلة تعجبني 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 خليك معي. لا لا تعجبني. لا ما ادري يعني انا الحين لي الفخر اني ابارك له في فقرتنا ودي خلينا نشوف. هذه هوشه من نسنا شباب. ايوه ذكرت. يعني يا معاذ الان متزوج وتصدق والله؟ صلى على محمد. اللهم صل على محمد. ما تبغى تقول المبارك ايش علمك؟ نزل ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله. اي شيء ان شاء الله الله يبارك. طيب اوكي ممتاز. لكن في اشاعات كثير تطلع وانا ما احب ارد عليها. يعني اللي طلع معنا الان شو؟ لا اللي طلع الان هذا انا اقول لك اللي صار. انا هذا المقطع الاول كان فيه الولد اي كان فيه دعايه. ايوه لشركه وبرافو. الشركه هذه عندها تقدم مجموعه خدمات من ضمنها خدمات صحيه، فاضطرينا نصور جوا مستشفى. جميل. فكان التصوير يعني من ضمن التصوير انه اخذ الطفل وكذا، وفي واحد ملقوف الله يصلحه ويهديه. ما تعرف مصور؟ ما والله ما اعرف. اها توقعت انه من الاعداد يعني او من الشباب اللي معك. لا 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 مصور من يعني. فانا لما طلعت وشفت المقطع وكذا، وحتى جاني حتى عليه سب يعني وكلام لكن الواحد يترفع كثير، ترفع كثير عن بعض النقاشات. اي نعم. والسوالف اللي ما خالها في طي النساء ما لها يعني. ما لها داعي ابدا. فما رديت على إلى يومك هذا والله ما رديت. يا سلام. يومك ذا يعني مجلس النشامة يتفرد الآن بموضوع المولود اللي مع معاذ الجماز. إي والله. وبخصوص المقطع الثاني هذا حصلت عليه ضجة أكثر من المقطع الأول. إيش الهوشة؟ ما أعرف كنت براعي مشاكل. لا والله ما براعي مشاكل. إيش اللي حاصل؟ شخص أليف جدا جدا. اللي صار كنا في مهرجان. أحد المهرجانات. أنا كنت سمعت صوتك في المايك صح؟ إيه أنا كنا موجود. ماسك المايك أنت كذا هدو هدو أو كذا. أيوة. فطلعت إشاعة إنه أنا صارت مشكلة وكذا ومعاذ ضرب معاذ أو كذا. إيه. أيوة ممتاز. الحفل كان في الشمال أعتقد. بس والله ناسي وين في الشمال. فطلعت كلام إنه معاذ صار مشكلة، معاذ أخطأ على بعض الناس، أخطأ الجمهور وكذا، وهذا الكلام كله غير صحيح. حتى والله جتني رسائل واتساب. جزء منها فيها سب وفيها شتم وكذا. اي عيب يا معاذ ايش تسوي مبنت كذا انت اعلامي كبير. ايوه. فاللي بكل بساطه انه انا كنت موجود على المسرح فنزلت للناس في المسرح فكان في سوء تنظيم فتجمعوا الناس. نعم المحبين. اي والله كلهم يعني ما جاني ضرر ابدا والناس كانوا يعني جايين من محبه ومن غلاء. والله ما جاني شيء صراحه يعني الحمد لله. فجينا وطلعوني بالدوريات وقتها. وانتهى الحفل فطلع فيك سوالف وكلام. اي على المقطع ذا شفنا احنا هوشه. اي والله هذا اللي صار. لكن هذه حقيقه الموضوع وانا بكون صادق معك. لو انا كل سالفه تطلع برد عليها انا ماسك الطريق وماسك شغل وخلني اخلص شغلي. خلوني في حالي. اي والله اي والله يا سلام. اذا يعني انا بكل امانه المقطع كان من ترتيب الاعداد شكرا لهم بيض الله وجيههم، ويعني لعلهم يعني كانوا يتقصون كل يعني برجع لك يتقصون مع معاذ وخذوا منه المقطع هذا وخذوا المقطع الثاني. فانا والله اني كنت ابارك بكل امانه يعني ما كنت اعلم ان الموضوع
انها اشاعه وانت رجل تكثر عليك الاشاعات بكل امانه يا معاذ. فشكرا لك للتوضيح وخصصت مجلس النشامه. ابرجع لك يا مهند تسمح لي بس احمد سم رد على كلام انه يقول انا ما ارد على اي احد. هذا ذكرني بقول الشاعر: ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. الله لذلك لذلك من 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 الرقي وتنزيه النفس عن عن الاشاعات الدنيا الدنيه والنظره الدنيه اني ما ارد على اي احد. عشان كذا في رساله لكم الان وانتم بحكم انكم الان نجوم مظاهرين على الساحه دائما بتواجهون مثل ما حصل مع معاذ وغير واشياء كثيره، يصورك من بعيد، يصورك تمشي بالشارع ويعني يحاول يقلل منك. طبعا انت تعرف الناس لها محب ولها كاره، فهذه الرساله لكم يعني كناس بتطلعون قدام الناس بكره مو باي واحد ترد عليه. يعني الان هذا الرد يقول له 4 سنوات يقول له معاذ توي يرد الان ويبين في مجلس النشام، يعني ما شاء الله تبارك الله يعطاه الله طول نفس الا 4 سنوات و5 سنوات وجات الفرصه اللي يبين فيها بكل امانه، صح ولا لا؟ فهي رساله ايضا هي مبطنه لنا ولكم بكل امانه احنا نظهر بالشكل الجميل. احنا حتى ما اعطينا فرصه لابو تركي. انا ابو تركي انا كذا فتحت الورقه الحين بكل امانه، انا اتكلم بكل جديه وكل صدق و وانا حاب يعني الواحد حلو انه تاخذ تجربه من شخص سابق. انا والله ماني افضلكم ولا اني احسنكم ابدا، والله اني اتعلم من اي واحد فيكم، هذا اول شيء. لكن للامانه كان ودي انه في شخص قدامي عاش تجربه قبلي ويعطيني فيها نعم يعطيني الدروس خبره، يعني يقول معاذ تسوي كذا وتسوي كذا. فللامانه في انا اذكر ايام زمان كنا نطلع البرامج ونتابع الجوال، وعلى فكره انا اقولها لكم واقولها للجمهور، هذا سبب البرامج الواقعيه ما يكون فيها ممنوع الجوال، صحيح تاثر على المتسابقين وتاثر علينا يعني. فانا اذكر من ضمن البرامج اللي اشتغلت فيها اطلع من الهواء اشوف الهاشتاج، والله يا الربع اني اشوف 20 تعليق كلها ايجابيه، تعليق واحد سلبي يقفل يومي كامل. سبحان الله ابي نفس الكلام معك جوال انت وانا شو وضعك؟ طيب انا اقصد نفس اللي حصل مع اللي قبل. لا طيب انا عندي تعليق بس ابرجع لك تكفى بس ابرجع لك روح بتفقد متعتك والله بعطيك ابرجع لك بس لان في بالي سؤال على خشمي طلبني والله ابو تركي تفضل يا ابو طلبني ابو تركي والله بعد المقطعين هذه وبعد التبرير وبقي له محاكم عند ابو سلطان وصير معنا متسابق والسلام عليكم معاذ ايه والله انا 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 الان اتكلم واوجه الرساله للجمهور والمشاهدين واداره القناه انهم يسمحون لبقاء الاثنين هذول مع المتسابقين والله اني شرف والله العظيم والله صراحه والله اثنين شرف اضافه وخبره اعلاميه ومشاهير في تخصصاتهم الانشاد والشعر وجلوسهم اضافه كبيره لنا ولقناتنا بكل امانه والله اني شرفنا سمحنا الوقت على خشمي مره ما يحتاج هل محسن بن تركي يختار لقصيدة ناس منشدين معينين أصحاب شلات تتنقاهم إيه دق عليك واحد من الناس سين من الناس نعم. صوته مو باللي أنت بي ولا له ذاك قال والله أنا أستاذك في ذي الشلة هل أنت تستطيع أنك ترفض لا تستحي اللي أنا أطلبها أو اللي أنا أحرص عليها أختارها أختار منشدها لكن اللي يكلمني فيها أحد لا بالله ما نبرد ما ترده قد ما نقدر نحاول أن نتفق أما حصل اتفاق هذا هو اللي إيه؟ يعني ما ترد احد لو حد طلبك ابدا لا صعبه كلها كلام يا اخوي قصيد دعوه سمحه لكن والله في ناس مره يعني حاطين لهم كاريزما معينه في قضيه قصائدهم انا اتكلم بالنسبه لقصيدي انا اللي انا ارغب انه يكون عمل لا بالله يكون في اختيار المنشد اي بالضبط اما اللي يتواصل معك احد طال عمرك بخصوص قصيده هي بشله لا بالله دعوه سمحه يا سلام عليك الله يجزاك الله خير الشعر كلهم مثلك وانت لا كلهم ولا فيهم قصور اللي يسمعونه لكن بكل امانه كنت جالس مع بعض الشعر يقول لا مستحيل قلت يا اخي لا تكسحه يا اخي ترى بعضهم والله انه ترى يعتبر من جمهورك لا تكسحه قال لا ولا اسمع يقولها يعني اتحاجى انا وياه قلت والله على اسلوبك هذا احس انك بتخسر كثير فانت والله شكرا لك انك فتحت وصاب وهذا شيء هذا من تواضعك والله ديوان جرح سبتمبر صح كذا نعم هل تتوقع انه حقق المطلوب حقق نجاحه اي بالله حقق نجاح وحقق رواج عام كم اخترته 18 عام 2000 2018 ما شاء الله تبارك الله وكيف تشوف رواجه وكيف تشوف وفق ولكن وصل مرحله معينه صار لازم يتوقف فيها ووقفته اها ليش السبب في خلاف مع الدار نفسها من نفس الدار فقط نعم. ولا لا زال على طلب الكتاب اي لا زال عليه طلب الى يومك عليه طلب لكن وقفته لخلاف كان مع الدار
ما عاد هو وصل ما عاد هو معمل اي ولكن جالس تشتغل عليه يعني؟ لا 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 جرح سبتمبر انتهى نهائيا مرة؟ نهائيا يعني نقول للأشخاص اللي امتلكوا الكتاب هذا اعتبروا ترى خلاص نعم على جرح سبتمبر وقف على نسخة نادرة اي وقف على الطبعة اللي وقف عليها ولا عاد هو جاي له طبعة جديدة إنما يمكن يكون في ديوان قادم سواء صوتي أو أو كتابي في نفس الديوان قد يكون صوتي كتابي ديوان واحد صوتي كتابي طيب ايش هل انت مقدم على ديوان جديد الان انا قد تكلمت في ذا النقطه ما نبي حريص على هالمكملات للشاعر عجيب. هذه مكملات سبحان الله اي مكملات سواء الشيله سواء الديوان سواء الحضور هذه كلها مكملات نوفق فيها الشاعر خير وبركه ما وفق جوهر الشاعر على مستوى الشعر شعره اللي قدمه نعم ما هو بالمكملات هذه طيب محسن هل أنت مقل في الظهور على المنابر المناسبات؟ إيه إيه ليش؟ في سبب معين بكل أمانة؟ لا السبب القصيد زين أرجع وأقول القصيد الزين بكل أمانة يعني محسن بن تركي جالس يعلق في إذني أنا يا سعد القحطاني وأتوقع المشاهد من أول ترى من أول أي شيء أطلع فيه لا قصيدة ولا أطلع فيه أي شيء في حضوري ولا في اللي يعرفون أبو البراء والكلام للجميع اللي يعرفون محسن بن تركي يعرفون أنه من أول يحرص قد ما يقدر هي توافيق قد ما يقدر انه يقدم نص زين وهذا ياخذ وقت وجهد وتعب لكن عندك قصيد زين انت ولا لا يا معلوم هذا رجل عندك قصيد زين ما في شك لكن انا اتكلم لك عن المناسبات احنا لو بنفتح هذا الباب كان كل يوم من كل يوم احنا في منبر كل يوم حرفيا لكن بنحاول نسدد ونقارب في قضيه التواجد اللي يليق يا سلام التواجد اللي يليق سواء وأنا على المنبر خاص وأنا أعتبرها هذه كاريزما يعني يتفرد بها دائما بعض الشعار بالضبط يعني والمعادلة صعبة ترى بالبر أحسنت كل ما مو بكل يجيدها معادلة صعبة بيدخل فيها محسوبيات ومجاملات فيه استثناءات عشان يطيح كذا قدام الناس فيه استثناءات عشان نكون صريحين ناس العزاز سواء من بني عم ولا سواء أحسنت على طاري بني عم ودي أقول كلمة على قول. على عجالة أنا أوجه تحية لزميلكم شخبوط الدوسري طيب ستاهل. الرأس وطيب الفعل وطيب المراجل شخبوط يستاهل بالخير يا شخبوط ودي والله أنا كان موجود ودي أنا كان موجود وواجهته ذا الليل لكن إن شاء الله نعم بتواجه. نعم صحيح فالحاصل طال عمرك فيه استثناءات في بعض المناسبات اللي يرغمك على حضورها مكانة الشخص ما عاد منهاش خلاص صحيح سواء أنا حاط لك طريقة معينة ولا تعامل معين لا منكلمك رفيدك الغالي ولا ابن عمك الغالي تقدم له تسقط نعم. كل المعايير نعم تسقط نعم لأن هذا واجب ما في شك طيب سمعني على خشني بس أبو هيف من اليوم قاعد يقول عنده أبو هيف شوان بيك وبين كرسي والله العظيم مين بيجي بيننا جلسنا أبو هيف الله يجعله مطول رفيد وعزيز وغالي تربطني في علاقة يعني في صداقة قديمة ما في شك في صداقة قديمة طيب أحد عنده شيء بس بنسمع محسن ولا نسمع طيب وش تبون تسمعون والله اني ما ادري شو اسمعكم والله احنا من اللي فتح باب الغزل امك ادري انت الحين الحافظ العزل اللي بينك بين محمد ال سالم ايوه محمد ال مسعود ايش فيه العمل اللي بينه بين محمد ال مسعود اي والله ابو تركي ابدع في الكلمات وابو الله يطول عمرك والله اني مضيع فيه شوي ذا الحين اعتقد اني ماني بحافظه لكن خليني بسمعكم شيء ثاني سلمت يقول كيف ما اقول الغزل في حضرتك وانت بلادي الله مغترب لأن استقريت بهواك وصرت سيد مستحيل أكتب تفاصيلك شعر ويمر عادي لو مهو ممتاز جيد مرتفع مهو بجيد أنا شاعر قبل أعرفك كنت هيم بكل وادي يكتب أبياتي وأسمعها المعارض والمؤيد لين شفتك يا حبيبة عيني وغاية مرادي بعدها لا صرت أحاتيهم ولا صرت أتقيد كل ما ناظر ملامح وجهك الغير اعتيادي أكتبك وأقول أحبك وتسلطن وتسيد أنت وجهك صبح عيد صوت ضحكاتك عيادي وزعيها والسرور يعم والعالم تعيد يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام والله يعني نشنف الآذان من سماع قصيدة الله يرفع قدرك ومن طرب صوت وعسى ربي يعني يطول عمره وإن شاء الله نحن ما نقصر مع المتابعين اللي حريصين أيضا على متابعتنا وعلى تلبية رغباتهم وأنا زي ما قلت لكم والله ما ألحق لا على واتساب ولا على سناب ولا يعني حتى تويتر ونلحق فنبغى نأخذ ما عندهم ونحط الكرة في ملعبهم حتى يكون في أكثر أريحية أيضا حتى بمشاركة زملائي المتسابقين اللي معي اليوم إحنا نبغى عبد المجيد لأبو تركي لأبو تركي إيه فيه عمل هو المنشد شبل الدواسر اللي هو المنشد مع من انا ويني ايه ابيها على خشمك
الله يسعدك. عند يلا طيب خلني بس باخذ بعدك بعدك ترى الوضع مره حلو الامور طيبه. هي وش مع من كانت المنشد؟ مع من؟ شبر الدواسر. طيب بريد بن ذيب. يا سلام. طيب بعدها عندي سؤال وطلب. سؤال وطلب ومشاركة بجمعها كلها. طيب بس ما ناخذ برجع لمعاذ بعدين برجع لك ابو هيفا عليه الشحم. يلا نسمع. طيب يقول هذه يقول انا وين وضحكة المبسوط وين؟ انا صرت في وضع ماني فاهمه، راحوا الغالين مرواح السنين اللي كانت بالفراق مساهمه، يا حبيبة قلب شاعرها الحزين اه لو ظروفنا متراحمه، كنت اناظر للفراق بنص عين لين داهمنا الفراق مداهمه، اسمعيني زين كانك تسمعين يا سبب جرحي ويا مراهمه، قفلي باب العتب والشك زين ما نبيه قلوبنا متفاهمه، لا فقدتيني وبكاك الحنين ابعدي عنك الظنون الواهمه، وكفك في دمعك ترى دمعك ثمين كل شيء الا دموعك. فاهمه الله والله فاهمه الله. السلام لبيه الشيله هذه والعمل ذا والله العظيم اني مشغله من طلعت من الرياض لين دخلت المنطقه الشرقيه مسافر اني اعيده وما اطفش منه. يا عيد هذا شرف، هذا من طيب حظي. الله يطول هذا من طيب حظي. الشعر يعني اجتمعت. طيب نبغى الان نسمع من معاذ بلاي باك. شغلونا البلاي باك حق معاذ ما تشبهين الورد. جاهز معاذ؟ جاهزين. جاهز كنترول؟ سمعني ما تشبهين الورد لمعاذ الجماز. خلونا نطرب أنفسنا ونطرب المتابعين معنا. ما تشبهين الورد ما تشبهين الورد ما تشبهين الورد انت جمالك ما تشبهين الورد انت جمالك فيه الورود تقول يا ليتني انت حتى عبير الورد شمك الورد يا عشق طلتك وين وين ما كنت احب شوفك واهتني في وصالك ما همني في حبك اليوم علنت يا غار منك الزين وده كمالك انت كمال الزين لو ما تزينت احب شوفك واهتني في وصالك ما همني في حبك اليوم اعلن يا غار منك الزين وده كمالك انت كمال انا وحيد بالوفاء قد صفالك اوعدك ما خونك ولا قبلها خنت الحب في قلبي ملكته لحالي دخلت وسط القال حتى تمكنت عندي سؤال ولا من الحور لا انت انت بشر ولا من الحور لا انت. والله صراحه ما شاء الله تبارك يا سلام ابو ابراهيم. يا سلام صح ذا الصوت والله ابو ابراهيم صح بدنك صح ذا الصوت والله والله صح ذا الصوت يا الربع انا دخنت والله دختنا خلاص ها واحد يحركنا بالقصيد واحد يحركنا بالصوت والجو بارد وجيه مطاليق
وش عاد احسن يا مال العافيه يا ابو البركات. محسود على المكان انا والله والله محسود. كلها بركات الله ثم بركاتك. طال عمرك والله تفضل علي. صادق يعني والله صادق حق ودنا ان العالم يعرفونها يعني ابو البر اشتغل على موضوع انتقاء الضيوف والتواصل معهم. شكرا. احيانا يدخل بوجهه يا سلام. وجاهه وتقديره وتقدير الناس له وجيتهم. الله يرفعك يا دكتور. والله نقول صادق والله ممتلك على الكلمات اللي يعني تزيدني. شكرا لك والله ابو ابراهيم. شكرا لك يا محسن. الله يرحمك. اختم ما استحيت انا ابو هيف. صوت معال خلاص صحيح خلاص يعني متقاضي متقاضي الله. بس الحليم التقي شره شره. العذر كله حكي فاضي ما يرتضي به ولد حره. لا ترضيني ماني براضي تراني مجروح بالمره مره. طيب انا عندي سؤال وطلب اقولها كلها عشان ما اخلص. اي سؤال وطلب الان. السؤال لابو تركي. نعم. ما الذي حدث بين ابو تركي وبين سبتمبر لكي يسمي ديوان الكتاب الاول بجرح سبتمبر؟ ان جرح في سبتمبر تفضل للبعد. يا سلام في فمه ما بس ما يبي يقول. طيب ما في سألني جاوبت. طيب كاريزما بانت لي اليوم صراحة محسن. أنا أعرفه من زمان لكن كاريزما اليوم حقته وشخصيته بانت لي اليوم. أنا من يوم شفت أبو هيف قام يسأل باللغة العربية الفصحى دريت. طيب أما الطلب عند أبو إبراهيم مرات صح مرات أحس إن الحكي لا 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 يلعب فيها يلعب فيها. ترى لأنك شرفت بإني قصيت الكيكة معه حق تشينا مرات. يا سلام إلا شرفتني والله. نبي نسمعها يا أبو إبراهيم. نبشر حاضر. سمعنا الحين بنرجع للشباب نبغى ناخذ نسمع منهم. يقول هذا آخر عمل سوينا. لا مو آخر واحد اللي قبله. يا سلام. شو يقول مرات يخذلك الحكي كأنك طفل مرات وتحاصرك كل المشاعر تخنقك عبرات مرات وتعيد ترتيب الألم وتواجه اللي لك ظلم قاسي حبيبك ما رحم ما تكسره دمعات مرات. يا الله والله مرات والله مرات. زعزعي وين وصلت؟ اسمع الصدى سمعني. يا الله مرة تحمست انا. سمعني يلا ابو زيزع يلا عقب الشيخ شيء سمع عشان نعطيهم نفس بس يريحون شوي احنا كثرنا عليهم ترى اركينا عليهم. يلا في شلتن يحبها فهد الشهري اسلم يطلبها مني دائما. يا سلام الله. وترى ما قال لي قبل شوي يقول هذه اهداء لفهد الشهري. ما قلت غزلتها يا اخوي. بس الله يكرمك يعني تقواني في نفسك والله. زعزعي ما في امان ما عندها امان كنترول مدحدر. يا زينك يا زينك. يلا يلا اسلم. ايه وين قال اسلم؟ يا عزيز القار لا تنشد عن اخلاقي انت خابرها غدت كني على المطرش من ساقي لا من طرت حاجة مني بذاكرها وكنت أحسب لي عن دروب الهوى واقي إلى نحرها عليه قلبي خطر من الشحنة ضلوعي يكسرها. سلامتكم. الله يرحم والديك. أبدعت طبعا للشاعر مبارك المطرباني. استاهل 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 ان شاء الله نحن نسعى بإذن الله لاستضافته معنا بإذن الله. استاهل بإذن الله. سؤال لك يا معاذ. لبيك يا لبيت في مكة. مكة تجمعنا ولا مكة الحالة؟ لبيت في مكة اللي يعتمر لها كل نعم. لا لا خلاص 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 ما طلع صح؟ روح ما طلع. لا تحرجني ترى صوتي مثل صوت ابن هيف ولا ولا دخل. اسمع لا تجرحني الله يرحمه. والله هني اردمك صوتي ترى مجروح تكفى غني. يا مقتول لاحظت علاقتك حلوة صراحة. نعم. بحكم اني متابع معاذ كصديق. وش السر يا بكل أمانة يعني انا بتكلم معك يعني قلت لك حدثنا عن السوالف معه حدثنا عن علاقتك مع الشيخ بدر
يعني حتى مناسبات الشيخ بدر الخاصة معاذ موجود. صحيح. مناسبات الشيخ العامة معاذ موجود. صحيح. والشيخ تكلم كثير عنك يعني يحبك. الشيخ بدر صديق وأخ وعزيز ووالد وتربطني فيه علاقة قوية. اي والله الله يديمه ويستاهل انه من هذا المكان. انا والله مبطي عنه حتى هو مسافر وانا بعد الفترة الماضية كنت مشغول. فنوجه له تحية وسلام خاص للشيخ بدر المشاري أبو نادر. الشيخ بدر بن نادر من مجلس النشامة وذكرنا فيه حبيبنا معاذ. فعلاقتي فيه طيبة من أيام البرنامج يعني. فيعتبر كوالد كصديق موجه. الشيخ بدر ما شاء الله جامعها كلها يعني. يعني هل بينكم بزنس؟ لا لا بزنس ما بيننا بزنس. ما بينكم بزنس؟ لا والله. أنت الكسبان لو ها؟ أي أكيد أكيد. الشيخ بدر طيب. أي شيء يدخل فيه الشيخ بدر مربح جدا ومكسب صراحة. يمكن إنك الشيخ يعني حبك من ظهورك في البرنامج أو كان في علاقة قبل البرنامج؟ لا ما كان في ولا علاقة في. يعني من قبل البرنامج. من البرنامج. مش كان عنده فقرة يومية. وجبت العيد مرة معه أنا. وش السالفة؟ هذا موقف يعني لا ينسى. مع الشيخ. يمكن حتى الشباب في وقت البرنامج مع الشيخ. أيوة. شاف في وقت البرنامج واحد يسج احيانا فاذكر مره من المواقف هو انا ناسي كان يجينا يوم الاثنين او كل يوم ثلاثاء كل إيه اتوقع والله ناسي سلمت فبعد الحلقه هذه طلع وطلبنا وحنا الشباب كلنا انه اجلس معانا خلك معانا وطبعا كان في شده زياده عن اللزوم يعني انا اذكر الوقت اللي كنت فيه انت يا ابو البراء كان اشد نعم صحيح حنا أرخى شوي نعم اللي بعدنا وانت ماشي يعني نعم صحيح فحاولنا أي ضيف يجينا أي أحد يجينا ننبسط نستانس عليه يا سلام فحاولنا أنه يقعد معنا الشيخ الشباب كانوا جالسين مع بعض والشيخ قدامنا وأنا جالس على جنب وما أدري وين رحت سجيت والشباب يقولون اجلس معنا يا شيخ اقعد معنا خلنا ننبسط وما أدري إيش وكذا وانت ما رح تجينا الأسبوع الجاي اي والله فالزبدة انه قال الشيخ انا ما اقدر اجلس معاكم عندكم فقرة انتكم عندكم فقرة تمثيل او شيء زي كذا وعندكم بروفات ولا ودي اشغلكم فالشباب يقنعون الشيخ انه انه ترى البروفات بسيط موضوعها وحنا على الهواء قبلها بساعة نخلصها واجي انا انقز ما ادري ايش نقزت اقرضك الله طلعت ما والله العظيم ما ادري قلت لا والله يا شباب لا العصر من العصر نسوي بروفات من المغرب نسوي بروفات يا الله كذا تخيل كل الشباب ينظرون في استحوا معاذ حرشتهم وحرشت الشيخ يا قلبي اي والله قالوا لي تراك مضيع انت حاضر لك وادي لحالك ايش جاك قلت مش انا وانا صادق قلت كلام جد احنا احيانا نسوي بروفات العصر احنا نسوي فموقف لا احسد عليه الكلام مو هنا الشيخ بيحس انه ثقيل والعيال ما قدروا يتكلمون الشيخ مشى طبعا اح اي اخر شيء مشى اي حتى في نص السالفه قال اسمعنا بالله عن الوطن الشيخ بدر اي والله فهذا المواقف اللي ما انساها الكلام انه انا عرفت بعد ما مشى وقعد مغبون اسبوع كامل تحس انك صحصحت عقب ما مشى انا ما ادريت اصلا قالوا لي ترى صار كذا كذا مهكور على ما قال مهكور وقعد الاثنين الاسبوع اسبوع لما جاء طبعا هو عارف اللي في خاطري الشيخ وعارف اني انا ما اقصد شيء لكن سبحان الله الواحد احيانا يسج سجه وتوديه في على ما قال تنزل على الطريق من الحديرة ذاك الموقف لا ما راح انساه طول حياتي كان موقف سيء ومحرج لي وللشيخ وللشباب بعد يعني والله انك احرجتنا واحرجت انفسنا اي والله اي والله جدا جدا في غيبوبه نايم ما ادري كنت لاهي انا اي بس كنت لاهي ساج فجأة لانهم في بروفات وابغى اشارك وشاركت مشاركه ما هي زينه ما توفقت فيها يعني طيب مهند سمعني مهند نبغى ضيوفنا ينبهرون من متسابقين انا والله العظيم اني مبسوط اني انا قاعد اسمع جدا طيب. ومستمتع كذلك لان احنا على اوشكنا على النهايه فانا باخذ يعني ختاميات مع الشباب وبقفل طيب. اسمع منك في احد بيقول شيء غزل ولا عتب يلا تبون غزل ولا عتب اي عطنا يلا بعده يلا اللي يجي منك عطنا شيء كذا يحركنا طيب غزل ولا عتب ها سعيده من هذي ما اعرفها سعاد هاي سببت لي مشكلة مرة تغزلت فيها وأنا ما أعرفها كل خيال في خيال طيب أبشر يلا كنت أنا أتخيل واجد فتخيلت قصة ورسمتها في نص جميل جدا رجل خيالي تغزلت في سعاد وأنا ما أعرف هذه أقول فيها رأيتها في يوم عيد ليت ذاك العيد عاد ليت ابن عمي سعيد لم يقل انظر سعاد فبعدها
تخيلت أن لي يعني حبيبة استغفر الله العظيم جات تقول لي على سنة الله ورسوله نعم نعم جات تعاتبني فقلت فيها قالوا ويلك منها جاءتك غاضبة تجر بلسانها سلاسل العتب ويلك منها فهي اليوم منافقة وجهان لها من نار ومن لهب تقول أيا سعاد إني لك حادثة ستروى رعبا مع الصيت والنسب أما مهند فإني فيه مولعة ويله من لوعتي وعجائب الغضب قلت لهم بي الآن سكرة زدني يا ساق من الرمان والعنب زدني فالقلب به حزن وحسرة زدني وأحضر أقلامي وكتبي اكتب لها أن الأشواق يتيمة وأني بين حي ومنتحب واكتب أن حالتي عسيرة وأن أخلاقي تخلو من الأدب واكتب لسعاد أنها أقحوانة لا تضحك واكتب لسعاد أنها أقحوانة وأنا تاجر وهي سلعتي ومآربي وهي عش قلبي وأنا حمامة ليت تشبيهي يبلغني مطالبي وتأكد أن الأبواب مؤصدة واتركني في ظلمة الغياهب وقل لهم أن في البيت جنة وأني مت وبعت كل مراكبي وسلامتكم صح يا سلام تأثير النص على الشاعر تأثير النص على الشاعر على الشاعر مرة متأثر الله يسامح سعاد عصيمي أنا بشوف الهرجي أنا ماني ميشت بالليلة بتحدى معاذ وزعي أنت الفايز إن شاء الله سمعنا يا سلام يا سلام أبيات للشاعر الكبير عبد الله بن عون العتيبي نهجنا عليكم أنا أبو فراج تحديد نطلع موهبة جديدة يلا ها قول يا ميد ولاجة من هاجس بعض ما يرقى ميد رجها في معزل عن جميع الخلق وزعاجة مسمع من الناس لو تكثر لجالجها ما غيره جس تقول مضيع حاجة أخذ وسند على روحي وهرجها سلامتكم صح لسان الشاعر الكبير طبعا رحال وكشات وهذه الهيجنة ذي مرة مقبول منك الله يسعدك طبعا انا ابغى نسمع بس قصيدة منك يا محسن ابو تركي تفضل سمعني ما انا ما انا الان في ما عاد اقدر احدد لك شيء من كثر ما على يعني ما قال مستمتع باللي عندك طال عمرك والله اني ما ادري وش اجيب لكم الصدق لكن خلنا نقول من اواخر الكتابات يقول حبيبتي ما كان هذا الاتفاق اللي تسوينه بحقي ما يصير ذوقتي القلب اهتمامك لين ذاق وبعده تغيرتي على قلبي كثير لا صوتك يرحب ولا طبعك يطاق ولا انتي اللي كنت عارفك من الأخير اللي تسابقني على الحلوة أسباق وهم شي أحبها واني بخير لاني بخير ولا على عيني رواق ولا بعد دمعي غير تحديد المصير مبادئي ما هي بتقبل الاختراق لا يمكن أرخص قدري وقدري كبير فكرت واجد فيك والتفكير شاق بين نوي فراقك وما بين استخير جلست مع قلبي وقررت الفراق إذا ما هو باليوم بكرة بكثير شفت حاجة اللي قبل الأخير في الصدر يمد يا حتى صح لسانك عميق والله أنك عميق يا أبو تركي ما شاء الله يرفع قدري معاذ سمعني والله نقول شنف الأذن يا غناتي لا تحاسبين دمعي يوم سال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذا يا غناتي لا تحاسبين دمعي يوم سال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذا والله اني من رجال يضدنا الرجال
لكن الحاضر ودي ساق دمعك ولبي. الله 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 الله. لكن أمنا إذا جلست أناظر فيك أحتري على ما قال نسهب يا بعد يعني والله والله ما تقصر ما شاء الله. يعني اليوم يعني محسن يقول طلبت أمي اليوم أنها بتتابع الحلقة وأنا أقول ماذا أيضا أمي تتابعني وأنتم أمهاتكم تتابعنا. يعني الشيء هذا ذكرنا بالوقف اللي عندنا طبعا يا معاذ وابو تركي عندنا وقف الأم في مكة المكرمة تحت مظلة جمعية البر بظلم والشباب راحوا وأشرفوا وبإذن الله نحن نسمع مبشرات. يعني إحنا الآن يعني ربما نحن نقول انتصفنا في برنامجنا وبإذن الله إحنا انتصفنا في تغطية الوقف يعني إلى نسبة كم وصلنا اليوم 42 أو 43 43 أو 42 تقريبا تبارك الله ما شاء الله. فلازال لدينا يعني متطلعين لكل خير لكل من يشاهدنا خلف هذه الشاشات. ما تقدر أنت يعني توقف معنا أو تقدر تتبرع، أنت تقدر تنشر، تقدر تخبر، تويتر، سناب، إنستغرام، كل يعني ما يقع في يدك من مواقع التواصل الاجتماعي لا تبخل بالنشر. أعطاك الله سبحانه وتعالى من المال ومن الخير لا تبخل. فهي يعني فهذا الوقف يحمل اسم عظيم، هي الأم، والأم يعني قدرها كبير عظيم، شأنها لا حدود له. فبإذن الله نحن يعني نسهب ونساهم في هذا الوقف بإذن الله باسم أمهاتنا أمن كان منهم حي حتى الله يمد في عمرها وإن الله يعطيها الصحة والعافية ويخلي لها عيالها وأبنائها، ومن كانت ميتة لعل الله سبحانه وتعالى يجعل قبرها روضا من رياض الجنة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينها وبين النار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمد في قبرها على مد بصرها، ولعل والله سبحانه وتعالى كريم كريم كريم. فهي تجارة ليست معك ولا مع أمك ولا مع أبوك ولا شيء، هي مع رب العالمين ونتاجها معلوم وعند رب العالمين. اللهم أعطي موفقا خلفا، هذا أمر يعني نبوي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبخل عن أنفسكم. وبإذن الله بإذن الله نحن ما نعلن، وأنا إن شاء الله أني أقولها بإذن الله، نحن نعلن عن اكتمال وقفنا في مجلس النشام بإذن الله، ونستبشر ونسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. المحاور كثيرة تركي وعلى أخوي معاذ الجماز، أنا ممتن لهم أيضا. مشاهدين الكرام أنا بس أوصل لكم رسالة، التواصل مع الضيوف يعني لابد أن يأخذ نفس ويأخذ أخذ وعطى. يعني بعض الضيوف يعطيك موعد بعدها بعدين موعد يقول لا أجلني ثم أن أجله ثم يقول لا أجلني رحلني إلى بعد كم أسبوع. فيعني لا تحسبون ان في تغلي منهم او تغلي منا، ولكن للدنيا ولل على ما قال للامور احكامها وظروفها، ولا نعلم من الناس عندها ظروف. يعني بعض الناس يوافق الكتاب ابشر لكن عمله يتحتم عليه بالسفر بالذهاب بالعوده بالارتباط، بعضهم يمكن امه تعي عليه، يمكن اهلها عندهم شيء. فيعني نعذر بعض في الامور هذه، احنا نسعى جاهدين لو والله اعطانا نفس ونحن نجيبهم في ليله واحده جبناهم، ولكن الناس ايضا لابد ان تخبرها وتعطيها موعد وتاخذ معها وتعطي. فنحن نسعى جاهدين، احنا ناخذ فريق الاعداد معي ما يقصر يعلم يسلمون، نقرا الاسماء نتواصل هل ان شاء الله بيناسب هل مو مناسب بيعطي وبياخذ. فباذن الله نحن واياكم يعني نصل الى 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 ما تصبون اليه وما نصبوا اليه حتى نظهر بمجلس النشام اللي لا زال يتميز ويكون مميزا بضيوفه وبنجومه اللي معه وايضا بمتابعتكم انتم يا احلى متابعين. اعتذر على الاسهاب اللي حصل ولكن حبيت اوضح هذا، وانا ممتن وشاكر لضيوفي لهذه الليله، شاكر لاخوي الشاعر محسن بن تركي على تلبيه الطلب وحضوره معنا في هذا المجلس. شكرا لك يا ابو تركي. الشكر لله ثم لك ابو البراء، شكر للمتابعين، ان شاء الله ان طلعنا بليله جميله استمتعوا الجميع فيها، الله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. بيض الله وجهك. ايضا اشكر اخوي المبدع صاحب الصوت الشجي والفنان معاذ. الشكر موصول لك أبو البراء والسادة المشاهدين والشباب اللي كانوا معنا اليوم، وأتمنى أن كنا يعني ضيوف خفين الظل وقدمنا حلقة وضعنا إضافة للبرنامج. الله يعطيك الف عافية الأمانة. يعني لو تحتم الأمر علي أني أكرر الضيوف الغالين شروا منهم موجود معنا ومشروا من حضر أني لا يعني أخليهم يحضرون معي كل لحظة وكل حين. حنا أيضا حابين اليوم نشكر معزبنا هالليلة ونتشكر منه ونقول كثر الله خيرك لأم مهند ونقول يا ملغناء. ما نقول أم مهند أخطأت أخطأت منيرة سالم العمري منيرة
بنت سالم صوت. العمري نعم. الله يجود عليك ويخلف عليك ويكثر خيرك. أنت شاركتينا اليوم في مجلس النشامة، فأنا ممتن لك على هذه الدعوة وعلى يعني هذه المناسبة، ويعني إكرامنا وإكرام ضيوفنا اللي معنا، وهذا لا هم مستغرب. فيعني نرى تربيتكم الطيبة في أبنائكم، وعسى ربي يصلح لنا ولكم النية والذرية. ونشكر كل من يشارك معنا في هذا المجلس لإظهاره بالشكل المطلوب. حبيب مهند أغناك الله أنت ووالدتك، الله يطول أعماركم ولا حقكم ولا مقداركم، لكن هذه من الوالدة سلمت. وأتمنى أن جميعا ندعي لها، تستاهل الدعوة. تبغى الدعوة أيضا حتى المتابعين نتمنى أنهم يدعوا لها، يعني هم يسمعون يدعوا لها. الله يوفقكم وادعوا لأمهاتكم جميعا، ومن هذا المنبر كذلك سمعنا نعم، ومن هذا المنبر كذلك نوجه بالصدقة زي ما أمي أسعدت. يا سلام عليك، أسعدها كذلك بالصدقة. يا سلام الله يبارك عليك بإذن الله. إذن أعزائي المشاهدين، هناك شكر للزميل والصديق والغالي عبيد فارس على يعني إعطائه لمجلس النشامة شارته وقصيدته وصوته وكلماته، فشكر لك موصول أبو فارس. وهذا شيء مو مستغرب عليك، أنت مجالسك ومشاهد مكسب، فعسى ربي يسعدك. فيعني سمعونا إياها، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبهات شجعنا لها اسمها فان قناة الفضائية، قناة واقع ومنها نقل واقعنا، المحتوى كل لحظة طبيعي. لا دقيقة دقيقة، الحق حق يا الربع، أنا عندي هدية هنا، أنا ما أدري وش سالفتها بكل أمانة، فالإعداد جابها ونزلها عندي، هذه موجودة عندي هنا، أنا ما أدري وش سالفتها، وليس عليها اسماء او شيء. ف هذه الهديه اعطونا صوت معاذ، صوت يتكلم معاذ. اي نعم، اول شيء انا سعيد اليوم اني اكون متواجد في هذا البرنامج الجميل. شكرا لك يا معاذ. طبعا ابو البراء، غير انه انت اعلامي مميز وشخصيه محبوبه، انا يعني تربطني فيك علاقه قويه جدا، واشتغلنا كذا برامج مع بعض، فانا سعيد بتواجدك في هذا المكان الذي يليق فيك يعني. الله يبيض وجهك. فهذه هديه بسيطه، عربون صداقة ومحبة من أخوك الصغير معاذ إلى حبيب قلبي السعد. والله شكراً. شكراً 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 أبو إبراهيم، أنا ممتلك على هذه الهدية، أول مرة تجيني هدية يعني وأنا أقدم برنامج، فأنا ممنون لك على الهدية العظيمة، وتكفينها من أخ عزيز وغالي. يا بعد رأسي، شكراً لك، الله يطول عمرك. أبو البراء أنت تستاهل، وما شاء الله تبارك الله، يعني بلسان الجميع، لكن أنا هالإنسان أحبه جداً وقدره، وأنا من فان ذاتك، فأتمنى يا أبو البراء، وتعرف المحبة اللي أغليك إياه، فأبغى الهدية طال عمرك، يعني تكون ذكريات مني تكفى. طالب أعلمك شيء ما تدري عنه، أنا رحت هناك يمكن معاذ ما وقالها، رحت هناك لقيت نفس الهدايا هذه شكلها جايب لنا كلنا. أبغى الهدية، صل على محمد. الله صل عليه. تبغى الهدية هذه؟ لأنها من معاذ والله يا تكفى. طيب طلبة اللي تبيه، انا اعزها الانسان وامي تحبها. لا اله الا الله، اول شيء محبتك على عيني وعلى راسي، يشهد الله انا ما جينا الا من غلاكم ومن تقديركم ومحبتكم. انا جايب لكل واحد فيكم هديه موجوده، اعتقد قالوا لي في المسرح. والله العظيم شكرا. قتلتني، انا احرجني اذا ما قدرت اسوي مع العطيه ولا لا. انت مسكين كل من جاء صفك المقالب الظاهر. والله العظيم ما درت انا اعطيه ولا لا يا معاذ، انا انظر فيه، انا ابغاك تقول عطر عشان نفتك وباخذها منه لدها البث. فانا جايب لكل واحد هديه، هذا عربون صداقه وذكرى جميله، ولا والله العظيم ان قدركم عندي شيء كبير جدا. والله انك احرجتنا قسما بالله، والله انه احرجني قسما بالله، ما قدرت اسوي، قص ظهري وادع والله ما تعد الله. شكرا للاعداد على هديته، نشف ريقي، طلع لي ابو سعد وين طلع لي منه، انا استعد بالرجاء عيني يا رب، يقول عطها اياه وبعدين خذها منه، ما عاد عرفت ايش اسوي. شكرا لك، الله يغنيك. شكرا لك ابو سعد، واعذرونا على الصوره، طبعا الهدايا موجوده على الشاشه، الله يغنيك ويكثر خيرك. يلا يجي شوف الهديه، الهدايا موجوده، شفتها انا استرد بس تم على عشاكم. الله يطول عمرك، الله يجزاكم خير جميعا، انت وضيوفك. هذه الهدايا حقت معاذ الجماز موجوده على الهواء، هدايا من معاذ الجماز للمتسابقين. كثر الله خير، شيء بسيط جدا وعربون صداقه، تذكروني بالخير ان شاء الله. شكرا لك، بيض الله وجهك، الله يسعدك، بعد تستاهلون، تستاهلون، الله يعطيك العافيه، ويجيكم جمال حلو. اعزائي المشاهدين، نروح نشوف الهدايا، ودعناكم الله، نروح نشوف هدايا، مع السلامه. قوم عشاكم، قوم يلا، ينبغى هون.
تشجعنا لها اسمها فان قنوات الفضائية قناة واقع ومنها نقل واقعنا المحتوى كل لحظة طبيعية المحتوى كل لحظة طبيعية فخر بكم معنا ترحيبة الناس بالأجواء الربيعية حيا الله اللي على الشاشة يتابعنا في فقرة فارقة ما هي بعادية في فقرة فارقة ما هي بعادية مجلس نشامة ريح تجمعنا على الوعد مع رياجل شقردية أما قصيدة لها وزن لها معنى عقود در تجينا عبر قافية عقود در تجينا عبر قافية شبعنا يا حي شعره يا جابه ويا حي وما لحون انتهي الراوة انفعنا مسحوب ولا الطوارق الهجينية ادخلي المستمع من يوم يسمعنا يطرب لعذب اللحون بكل عب